سؤال هنا انا عايز احلل جونه ابو السعود. هجيبه لك الكره دي كمان. يعني كره يا جماعه ده تقريبا لا لا دي كره عرضيه تقريبا بس. طب هاتوا لنا يا جماعه حلقه بعدها، هاتوا لنا حلقه بعدها جول الجون اللي بعد كده يعني. ده جول الراجل لمسها بدماغه وجت للراجل، طبعا انفراد صعب جدا الشناوي ما يقدرش يعمل لها حاجه. ممكن يعمل محاوله بس طبعا صعبه، المسافه قريبه قوي. خد بالك الكره مشيت وقربت من خط السته والراجل حطها على يمين الشناوي. فهدف صعب ما اقدرش الوم الشناوي فيه ابدا يعني. انا قلت لك الهدف الثاني والرابع والخامس صعبين جدا على الشناوي. صعبين جدا. وبرضه الهدف الرابع لو نجيب الرابع بقى كمان، الهدف الرابع نجيبه يا بص حطها صعبه يعني المسافه قريبه قوي. دي الكره برضو بتاعه التسويه بس من زاويه ثانيه. ده الجول الثالث. بص المسافه قد ايه كتير كبيره، مسافه كبيره كتير. هو دي هي المشكله كلها. هاتوا يا جماعه الصوره اللي بعدها كمل الهدف الرابع بقى. بص هي دي البص هي دي اللقطه اللي بتتكلم عنها. ده بص يا كابتن كريم الكره فين؟ مش راحه في المقص هناك يعني. الكره قريبه يعني. هي دي المشكله بس، ان الشناوي كان لازم يعمل محاوله. انا افهم الحارس لما بيبص على الكره زي كده بنشوفها على مان، حتى الكره بعيد عنه قوي وجاي عكس اتجاهه وجت على الثابته وفي تفاصيل كتيره قوي تخليك ما تقعد تبص على الكوره. مش دي اللي الشناوي يعني ايه يروح يعني يتفرج عليها بعينه هي. لا لازم اعمل محاوله. صح لازم اعمل محاوله. صح. طيب الكره اللي الكابتن ده الجون الرابع. ده الهدف الرابع. امشي بقى كمان كده لحد طبعا ما الراجل طبعا استلم داخل ال 18 الشناوي طبعا طالع للراجل حطها صعبه قوي على يمين الشناوي صاروخ. يعني هدف صاروخ يعني فما اقدرش الوم الشناوي ابدا. ما كانش محتاج يخرج بدري شويه؟ لا هو كان ممكن يبقى من ارجع وارجع بقى ارجع الصوره اللي قبل كده. لا كان ممكن الشناوي والراجل ده والراجل ده لا والتاني اللي حطها له كان ممكن الشناوي يبقى قدام شويه من بدري بس. طبعا بس هدف صعب يعني. صعبه يعني. صعبه طبعا يعني زي ما انت قلت كل واحد حارس بيتحمل جزء فممكن ده يبقى 10% بالكتير. ما انا بقول لك عشان كده يعني ما اقدرش احمله في طبعًا. الهدف ده طبعا راح يعمل البلوك على الراجل حطها صاروخ. صح. يعني في ارتفاع هنا ارتفاع صعب قوي على الشناوي يعني انفراد مسافه قريبه. الراجل معدي نقطه الجزاء كمان يا كابتن، كان من جنب شويه. بص راحت فين؟ شويه صاروخ بوش رجله. فانا هنا الشناوي راح قفل عليه وعامل نزل للكوره بس طبعا الكوره صعبه. اللي بعدها ما اقدرش الومه طبعا.